اكتر حاجة فيها متعة هي الاكل وبجنان، بنحب الاكل كله اشكال وصناف والوان، قلناها من زمان ونرجع نقول كمان، عيب عليك لما تحكم بالحجم على الانسان. قولي ازاي تحكم عليا برقم على الميزان، قولي تعرفني منين ان كنت مجرم او فنان، انا جسمي مش هيبين ان جامد او جبان، ممكن جسمي كنت تقيل بس بخف ببهلوان، انا ممكن ابقى فورمة بس جوه مش انسان، كفاية قلبي ابيض عندي ضحكة بصوت رنان، والكل عارف دي في بيتي انا مسيطر على المدام، بص في وشه كده كيوت وسط الزعل فرحان، جوه بيتي انا رئيس مجلس ادارة الحمام، في الشارع شوفني اجري كل مقلب جنان في جنان، وبحب كل الناس الحب اساس الامتنان، صدقني مش بالحجم ودي قلناها من زمان، انا هفضل احب الاكل والاكل يحبني، وبكره هركب عجله وحبيبه تزقني لانه مش بالحجم. تعالي بس ساعديني يا بيبو. انا جايه اهو يا ديبو. يلا ساعديني. ماشي حاضر ثواني. يا بنت سيبي الزفت ده وتعالي ساعديني. يا ابني ما انا بساعدك اهو يا ابني، البار ده مش هينفعك بحاجه، لازم اخد لك صورتين كده حلوين عشان انزلهم السوشيال ميديا عشان السكسيك جميل. عشان ايه؟ تاخد السكسيك جميل. ما انا لسه حرقه امبارح. لا والله يا ابني افهمني بس، مين اللي هيديك طاقه غير كومنتات ولايكات صحابك؟ كومنتات تاني؟ كومنتات تاني والناس هتحسدنا. مين دول صحابك؟ هيحسدونا ويبصوا لنا. هيحسدونا ويقولون بس ظهر اللاعب بقى والجيم واصلا الجيم ده بتاع جوز خالتي قبل ما يتجوزها كنا كاتبينها في القايمه. بجد يعني مش هندفع فلوس؟ مش هندفع فلوس. احلف كده. اه والله. يلا بقى ساعديني. لا انا تعبت. لا 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 احنا ملناش في البتاع ده. اه والله انا قلت كده من الاول. افتح والله السوشيال احسن. يلا في البوست نزلته واشوف. اهي ام عبير عملت لي لايك اهي. طب ثواني هنزلها. عبير وعبير حبيبتي. عبير حبيبتي. شايف اللايكات قد ايه؟ ايوه ما انا بقول لك يا ابني. شفت بقى عضلاتي وانا برفع البار؟ كانت هتفرقع القميص. ايوه ايوه انت هتقولي ده كان ناقص لي نص ساعه واعمل فورمه الشحات مبروك. ايوه ايوه ما انا شفت السكس باكس بتاعك. شفتي؟ ايوه طبعا شفت. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا النهارده كده وانا جاي في الطريق عمال افكر بيبو حبيبتي قلبي. ايوه هتعمل لنا اكل النهارده. هعمل لكم اكل. دي مفاجاه. قولي. دي مفاجاه. يلا انا هعمل لك. ايوه يخني بحلويات المطبخ. ايه يا اختي ده؟ يخني دي أكلة فيها كل الأكل اللي انت بتحبه اللي بتاكله من المصمت. الحلويات دي. أيوة. اديني اديني. انت مش شايف الحاجة شكلها تشرح النفس ازاي؟ حلوة قوي. الله هنبدأ ايه بقى؟ ايه بقى المقادير؟ هنبدأ المقادير للناس. معانا شرايح اللحمة. الله. الكلاوي. الله. الكبدة. الله. والقلوب. يا لهوي. ماشي. يلا. معانا فلفل حراق. يلا. بصل مفروم وتوم واللية والكفتة والبهارات بتاعتنا بقى. والزبده. قلت زبده. زبده. سوري انا اسفه. حقك عليا. معلش. والبهارات بقى ملح وفلفل كزبره ناشفه وجوزة الطيب وكمون. يا سلام. نفتح البوتاجاز وبعمل درجه الحراره عاليه. الله. يلا بس نلبس الكلابسات. انت حطينا الزيت ولا لسه؟ لسه ما عملناش اي حاجه. انت بس تناولني معلقه من عندك. يا معلقه عينيا. بسم الله. بسرعة بس عشان جعان. حاضر. عايزة معلقة؟ أيوة أهي. تسلم إيدك يا ديبو. يلا هنجيب الزيت. أول حاجة نحط شوية زيت. طبعا الطاسة كانت سخنة. احنا معليين درجة الحرارة. ونعمل إيه بقى؟ إيه بقى؟ اللية. 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 اللية أنا بقى. أيوة اللية. ماني اللية أنا دي بتاع. دي مخصوص عشانك. يا قلبي. أيوة. أيوة. هنجيب حتة اللية كده نحطهم في الزيت. ايوه عشان تسيح مع تسيح مع الزيت ودرجه حراره. لا كفايه كده. كده كفايه. حلو قوي كده. هنسيبهم يسخنوا مع بعض مع الزيت اللي هي لحد ما تسيح ونبدا نحط المقادير بتاعتنا. الله. اللي هي كمان عشان تسخنها اكتر كمان. كمان لازم تكون سخنه جدا. دي بقى اللي هي بتدي طعم وريحه للاكل تحفه. طب استني استني خلينا نحط شويه كده. ايه بصي عشان انا بحب طعمها يبقى احلى. بجد؟ ايوه. ماشي اللي انت عايزه يا ديبو. انا ما اقدرش اقول لك لا. هي عامه اللي هي بتدي تحبيشه كده بتدي طعم في الاكل يعني بصراحه وبالذات في الاكله دي. انت خد لما بتروح المصمت بتلاقي الاكل كله كده ليا صح؟ طبعا. انا هعمله احلى بقى. دي الاساس اصلا. ايوه اللي هي ابتدت تسخن اهي وتسيح. يلا يا ليا زي ما انتم شايفين
نقوم حاطين المكونات بتاعتنا. ايه بقى اول حاجه إيه؟ شرايح اللحمه هننزل بيها. ليه بقى شرايح اللحمه بننزل بيها؟ عشان شرايح اللحمه اكتر حاجه بتاخد سوا في في المقادير بتاعتنا. هننزل بشرايح اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتر حاجه بتاخد سوا؟ اه طبعا اللحمه اكتر حاجه بتاخد سوا. مش القلوب مثلا؟ لا اللحمه. اللحمه هننزل ماشي. بشرايح اللحمه. سامعين الصوت؟ الصوت ايه كده؟ تمام عندي فري. انت سامع الصوت؟ انا سامع الصوت والضوء بس. انا معاك اهو. لازم اللحمه تتشوح كويس قوي مع اللية والزيت اللي احنا حاطينه لحد ما لونها يتغير وتكون اتشوحت كويس. قلبها زي ما انتم شايفين. لا 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 الريحه. شايف اللية بقت لونها ذهبي ازاي؟ مش قادر اقول لك بقى ايه الجمال سلام. والحلاوه دي. بص بص بيدلعوا ازاي. بص حلو يا خلاصي. يا كوكو. انا اهم حاجه انت يا دياب. انا مش مهم. انا مهم دلعاني والله. المهم انت اعمل لك الاكل كده اللي انت بتحبه. ماشي اهو ابتدت اللحمه تاخد لون ذهبي وتشوحت كويس لمده دقيقه او دقيقه ونص. تمام هننزل بقى بالقلوب. طب احنا ليه ما حطيناش كله كده مره واحده؟ لا طبعا كل حاجه لازم تاخد السوا بتاعتها. اللحمه بتاخد سوا اكتر من القلوب ومن الكلاوي. والكبده اخر حاجه عشان الكبده بتستوي بسرعه. والله اه طبعا ما هو في دقه في الكلام. هننزل بس ناكل بلا دقه بلا بتاع. ازاي لازم الاكل يتعمل بنفسي كده يعني؟ ايوه امال ايه؟ مش معاك اهو. انا مستني بس للايه؟ اللحمه اتشوحت. اه طبعا هدوقك حاجه تحفه. بقى الريحه. هننزل بالقلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى كده القلوب. اه القلوب نزلناها على اللحمه واللية بعد ما تشوحوا. لازم برضو نخليهم ياخدوا لون. الله. يعني لازم القلوب تتشوح كويس مع اللحمه. اول ما لونها يتغير وتاخد لون نبتدي ننزل ببقيه المقادير بتاعتها. طب انت بتحبي تاكليها في البيت ولا في المصمت؟ لا طبعا انا بحب كل حاجه اعملها بايدي. والله اه انا بحب الاكل وبحب اعمله. بس اكل المطاعم برضو بيبقى ليه كده رونق. اه طبعا في محلات كده الواحد لازم ياخد منها. عندهم اكل بيتي برضو بيبقى ليه طعم. ليه حلاوه. انا طبعا بحب الاكل البيتي طبعا. هو انت بتحب اكل المصمت؟ مصمت؟ انا بموت فيه بجد. ده انا مش قادر اقول لك. انا هعمل لك بقى الحاجات دي بتعمل حاجات جوايا تخليني اعيط ببكي كده فاهماني من فرص اللذه. انا كمان بحب الاكل ده قوي يعني اكتر يعني بحبه اكتر من الاكل اللي هو ايه بالصلصه والكلام ده. بس بتحبي اكتر مني؟ لا طبعا انت اكتر. انت اللي بتفتح نفسي على الاكل يا ديبي. خراشي. طب هيا بقى نحط ايه اللي بعد؟ يلا بقى اهو حلوين اهو. اه حلوين قوي كده جدا. هننزل بقى بيه الكلاوي. الكلاوي كلاوي اهم حاجه بقى. كلاوي. انا بموت في الكلاوي. هننزل بالكلاوي. بس حمرا ازاي؟ ايه ده؟ طازه. هننزل بالكلاوي ونديها تقلبتين. ما نحطش عليهم بقى زيت كده؟ لا هنحط بقى فص التوم. فص التوم الطشه دي بقى. الله. ايوه هننزل بمعلقه توم صغننه. زودي عشان بحب. ايوه ايوه تسلم ايدك يا ست الكل. تسلم يا حبيبي بالهنا والشفا. اهم حاجه بس في التوم واحنا بنقطعه يكون متقطع صغير جدا. انا عايزه نكهته بس مش عايزاه يبان في الاكل. طب وفي ايه لو ماشي ممكن يبقى كبير؟ لا انا هتقول لا؟ لا مش هتقول لا. هيقولوا لا؟ لا طبعا مش هيقولوا لا. بس احنا بنقطعه عشان الطعم يدي طعم مش عايزه شكله يبان في الاكل. وانا شايف الناس تعمل هي عايزاه طبعا. المهم ان انت تعملي الاكله اللي انت حباها. الاكله ما نقيدش الناس كده. ايه اللي هم عايزينه؟ انتوا عايزينه انا ببسطها لكم عادي يعني. اللي انتوا حابينه تعملوه تعملوه بس انا بقول يعني اللي المفروض يتعمل. عندك حق. بعد كده هنحط الكلاوي غيرت لون والتشويحه كمان بقى كلهم لون واحد كمان. اه الكبده ما بتاخدش سوا فبنحطها اخر حاجه. هننزل بالكبده كده زي ما انتم شايفين. الكبده مش بتاخد سوا خالص خالص يعني. الكبده اقل حاجه بتاخد سوا. طب احنا ليه مقطعناش الكبده؟ لا انا خليتها شرايح كبيره عشان ما تتهريش زي ما مقطعين شرايح اللحمه والكلاوي. صح كنت بختبرك بس اشوفك كده معايا ولا لا. بس لازم نقطع يعني المقادير بتاعتنا كلها تتقطع قطع. أيوة صغيره يعني شفايه عشان تستوي بسرعه. زي ما انتم شايفين كده بنقلبهم. طب انا عاملها نقنق كده وانت شغاله لان انا جعان. وهننزل بالبصل شرايح اهو صغيره برضو. معلقتين كبار كده. وبالفلفل الحراق دي اضافه. في ناس ما بتحبش الحاجه الحراقه ممكن يحطوا فلفل اخضر عادي.
هننزل بالفلفل الحراق. عارفه بقى دي معلقه كده ناقص لها ايه؟ ناقص لها ايه؟ عارفه سلطه الطماطم بالثوم. يا سلام اقول لك ايه، اوعي اوعي كده تمني دلع الدلع. وهنقلبه ان انت يعني هتعملها لنا انت ولا ايه؟ دي بتاعتي انا بقى. يا لهوي يا لهوي. انا بحب التحابيش اللي جنب الاكل دي، بموت فيها. يا سلام عليك يا طيب، وما هو ده اللي بيفتح نفس الاكل اصلا. احنا دلوقتي حطينا البصل والفلفل الحراق على المقادير بتاعتنا اللي هي الكبده والكلاوي واللحمه هي ايه؟ متقطعه شرايح. الكبد والكلاوي الدلع. الكبده والكلاوي وشرايح اللحمه مع الثوم والبصل والفلفل الحراق. دلوقتي هنقول بقى البهارات. عندنا رش الكمون. لازم رشه واحده؟ انا بحب الرشه اهو على قد المقادير بتاعتنا. رش الكمون، زودي ملح بس. جوزة الطيب، ده طبعا بيدي ريحه وطعم للاكل تحفه. طبعا طبعا. وشويه كزبره ناشفه. لازم تبقى ناشفه، ما ينفعش ناعمه. اه كزبره ناشفه الاحسن يعني. والعادي بقى اللي هو رشه ملح كده اهو، وشويه فلفل اسود. اه لزوم الحبشكنات. الله 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 على الريحه. مع الريحه عشان يا ديبو الريحه. ده انا جوه الطاسه اصلا. خلاص خلاص بجد ريحه تحفه. انا تأمني خلاص. أنا والله يا ريتني كنت انا. لا بعد الشر عليك هقلبك كده. عزيزي بعيد. خلاص اهو قربنا نخلص وهناكل. عارفه بقى الاكله دي كان ناقص لها ايه؟ تمام. ايه؟ كفته. اه يا سلام على الكفته، انا نسيتها دي. الكيش. لا ما انا شايلها لك بقى. انا بتاع الكفته اصلا. ايوه انت هتعمل الكفته. بس قبل ما نعمل الكفته ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي ناخد تاكسي كده او توك توك، تعالى ناخد توك توك. توك توك الله اركب توك توك. اه ونروح ماشي. مشوار ونرجع تاني. ماشي يلا والنبي خدني معايا. يلا بينا. يلا. عنصر يا غالي. يلا. ايوه ينفع ايه؟ انزلوا ليه؟ عشان تكان يعني؟ زي اخواتك يا عم. لا التوك توك. لا معلش زي انت مش على فكره احنا عادي بنركب تكاسي. مش انساني؟ معلش كده مش انساني. لا لا انزل. مفيش انسانيه. معلش اعتبرنا اخواتك، حرام عليك تنزلنا وتطلعنا. على فكره احنا بنركب تكاتك يعني. انت لو ليك اخ كده هتقول له ماشي تقول له انت جديد. معلش اه لو اخويا كده اقول له انت ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ لا انت بتكذب على فكره. لا لا مش بكذب يا عم. معلش مساعدينه لسه جديد. مش فاهمين. مش فاهمين. احنا متاخرين. طب اعتبرنا اخواتك يعني اي حاجه. اي حاجه انت بتضيع في وقتنا. معلش يا جدع. طب اسمع مني. طب ان انا حد يتخين يركب معاكي. ما يركب ممكن يضايقك. في ناس بتتضايق من الموضوع ده. ايوه طبعا في المواصلات في بتاع بحس ان الناس بتبص لي بصه غريبه. لا دول مجانين ما يفهموش الصنعه. معلش بتقولي ايه للناس اللي هي بتتريق على التخان؟ اقول لهم خليكم في حالكم يعني. انتوا مالكم يعني بحاجه زي كده؟ صح؟ حاجه بتاعت ربنا. فعلا؟ ايوه حاجه بتاعت ربنا. زمان ما كانش فيه كده صح؟ لا لا خالص. لا طبعا الناس كانت محترمه. ما حدش بيتكلم على حد وكل واحد في حاله. لكن دلوقتي انت عارف الشباب. شفت رجعنا بسرعه ازاي من التوك توك؟ شوف ده احنا يعني بص ما لحقناش خطف كده. خطف احنا ركبنا. احكي لنا بقى تجربتك عن اللي حصل في التوك توك. تجربة ايه يا ابني؟ احنا ما لحقناش تجربة يعني. هو الراجل طردنا من التوك توك ودي حاجة وحشة جدا على فكرة. انا مش شايف الموضوع اللي هو ليه بيحصل فينا كده او في اي حد تخين يعني. ليه؟ حرام يعني. انت ممكن تبقى مكانه. فليه المجتمع دايما بيصنف التخين اللي هو كائن فضائي مش معانا في المجتمع بس فبروح علينا يعني. اه والله دي حاجه وحشه جدا. ده ظلم اصلا. وفي ايه يعني ان انا مليانه شويه ما اركبش؟ هو التوك توك اتعمل للرفيعين بس ولا ايه؟ ما هو الواحد مش فاهم بصراحه. طيب يلا بقى نعمل الكفته. يلا نعمل الكفته. يلا جيب الطاسه بتاعتنا. ايوه ايوه ماشي. ادي بقى ايه؟ هنشوح الكفته. نحط الزيت. يابا اعمل لنا الكفته تحفه. شايفه الزيت؟ ايوه طبعا شايفه. احنا كلنا شايفين الزيت. حلو جدا. نحط بقى ايه؟ المعلم بتاعنا. يا سلام بص الكفته حلوه ازاي اهي. بص 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 بيتعمل ازاي، بيلعب ازاي. بص سلام عليك استاذ استاذ. سلام عليك يا ديبو. انا جعت.
انا جعت والله. يا انت جعت من الكفته بس انا شايف شكلها حلو قوي. تخيل دي بقى لما تتحط على الحاجات اللي احنا حاطينها دي ايه بقى المنظر؟ ايه ده؟ ده كفته لما نحطها هنا. احنا هنحطها هنا؟ امال ايه؟ عشان تملى وتبقى كبيره وناكل ونقعد ناكل ناكل ناكل. الله الله الله. نخليها بقى لحد ما ايه تبدا تبقى محمره او لونها بني 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 تشوح. ليه كده؟ واحنا كده ايه ناقصنا؟ ما نحاولش نحرقها. ها؟ ايه؟ ناقصنا ايه تاني؟ ناقصنا ناكل. بس؟ لا. طب والسلطه اللي هتفتح نفسنا؟ لا دي عليك انت. سلطه الطماطم. ايوه. تمام؟ اهم حاجه. طب تعالي انت بقى ايه؟ بحب القطه. خلصي ده؟ ماشي. وانا اعمل لك سلطه الطماطم. اوكي يلا اتفضل عشان دي شغلتك انت. الله. انا بتاعت الكفته والحاجات التقيله دي. الموضوع بقى ايه؟ هنجيب توم. كده. كده عشان انا بحب التوم جدا ومش عارف ليه. تمام؟ توم؟ ونجيب الليمون. يا عيني عليك يا ديب. كفته اهي ابتدت تتشوح. ادي الليمون كده. ونجيب بقى الخل. تمام. سلام عليك، زود شويه خل عشان انا بحب الحاجه مزده كده. عيني انت تؤمري. سلام عليك. سلام لي يا غالي. معلم بقى بتاعنا. ايه بصيش. مش اهو. ايه ده انت بهارات بقى. يا لهوي. معلش. تحبشت ديبو. ايه بتاع ديبو. ايوه. اهي. شفتي؟ اهي. بس كده كفايه. حلوه. نبدا بقى ايه؟ ايوه. نسقسقهم بقى. نسقسقهم؟ نسقسقهم كده. شفت سقسقه؟ بس زود لنا الخلطه دي عشان انا بحب يا باشا وانا كمان بحبه. أيوة. عينيا ليكي اهو كده. عايزه تاني؟ ذوب براحتك انا بحب الحاجه. بحب الليمون والخل. بس خليها كده عشان ممكن يجي لنا اوفر دوز ثوم. لا عليك عسل. بس ما خلصتيش كفته اهي. بص بقت دلوقتي بقت بني. طيب هنسيبها بس دقيقتين او دقيقه. هنبص احنا على اللي احنا عملناه ده كله. يا سلام بص نزل الصوص بتاعه ازاي وتشوح. اللي هي عامله شغل برضه. شغل اللي هي دي هي السر كله. اللي هي دي خلي بالك شكله بقى تحفه تحفه وريحته جنن. كفته اول ما تتغير لونها هنحطها على طول مع الحاجات بتاعتنا. بس كده اول ما تغير لونها وهنقلبها تقلبتين تاخد طعم الحاجات اللي احنا حاطينها اللي هو الثوم والبصل والبهارات بتاعتنا. بس هي اصلا كفايه يعني. كده ناقصنا حاجه. ايه؟ ايه بقى؟ ايه هي؟ ايه؟ فكرتيني. اوعي بقى. عيش بحسبك نسيته. يا نهار ابيض. ناكل بايه؟ واحنا زي اي حد ناكل كده بالمعلقه؟ لا عيش 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 بقى وقوطه بتوم وخل وليمون. عيش لونها اتغير. بعد كده نحط الكفته بتاعتنا اللي اتشوحت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف؟ بس كده. الله. ونقلبها كده. لسه برضه هياخدوا لون تاني؟ دقيقة. أقل من دقيقة. هتاخد بس نقلبها مع الحاجات بتاعتنا وقبل ما نجهز طبقنا اللي هناخد. إيه ده في إيه؟ إيه ده في إيه؟ أنت بتاكل يا ابني اصبر شوية. عزوم أنت كل؟ اصبر بس. طب أنت عايزاني أعملها لك إزاي؟ ثواني بس. هتاكل العيش حافية ديبو. طب عايزاني أعملها لك إزاي طيب؟ بس عشان نقدم الحاجة شكلها حلو. ماشي أحطها لك كده؟ لا استنى. ما هي تتاكل وخلاص يعني. لازم خلاص كده. الله الله. ماشي. هات الخضار بتاعنا. الخضار ايوه. حاجه عشان يفتح النفس ويدي طعم حلو وشكل يفتح النفس ان احنا نفرش الخضار في الطبق. ثواني يا ديب. كده شكله حلو. كده شكله حلو جدا. ده هنحط دي الارضيه بتاعت الاكل بتاعتنا. يخني. يختي ايوه. يخني. انت هتدوق احلى يخني في حياتك. هو ده خضار ايه؟ ده خضار. اللي هو بقدونس وجرجير كل يعني تتاكل عادي. ايوه تتاكل طبعا. وطبعا الخضار ده مغسول كويس جدا طبعا ومتصفي. ايوه انت اللي صفيتيه؟ طبعا. امال مين؟ ايوه مين طبعا. هندي تقليبه صغننه ونقوم. نقوم ايه بقى؟ نسيب كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي على الخضار كده خلاص كده. ها هناكل هناكل كده هناكل. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده هشبع من العيش. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الله. شايف يا شايف يا ديبو. انا شايف وشايف شايف.
يا سلام يا سلام سلام عليا يا سلام. الله شايف؟ الله. وننزل بشويه خضار صغننين هنا على وشك كده عشان ايه؟ فاهمه انت؟ عشان يبقى شكله حلو. كلمه مهمه بقى. اتفضل. الاكل لازم يتعمل بحرفان يا جماعه، تمام؟ والحريف هو اللي بيعرف يجيب جون، وده الجون كله، ده الجون كله. ولو بتحب الاكل زينا هتلاقي نفسك عندنا، هنبهرك باكلاتنا المختلفه والمحبشه والتقيله. يلا ناكل. بس قبل ما ناكل الدكتور. ايوه يلا ناكل. أنا وبعد مش كده مش عارف الدكتور هيقول لي ايه على الخن ده، بس ربنا يستر. اسمه يخني. يلا ناكل بس وبعد كده نشوف الدكتور هيقول لنا ايه. لا يلا بينا بقى عشان نجعان. خبيرة التغذية الدكتورة دعاء سهيل، دبلومة التغذية وماجستير التغذية العلاجية وعضو لجنة تحكيم ميس إليجان. بيقولوا ان الجوع شعوره صعب جدا، طب لو انا على طول جعان اعمل ايه؟ حد يقول لي. طيب علشان كده انا مش هقدر اجاوبك على السؤال ده يا ديب. عشان احنا بنحب الاكل جدا، وعلشان كده احنا النهارده هيكون معانا دكتور دعاء سهيل خبيره التغذيه وصاحبه مبادره مصر بلا سمنه واولى مؤسسي التغذيه اونلاين في مصر. بنشكرها جدا جدا على قبول استضافتها معانا النهارده، وهي بقى هتقول لنا ازاي نخلص من شبح الاكل بيطاردنا في كل مكان، وهتقول لنا وصفه سهله جدا وتخلينا نفضل شبعانين على طول. يا مسهل يا رب. كلنا عارفين يا دكتور ان انت كنتي من ضمن لجنه تحكيم ملكه الاناقه، وعلى اساس ايه تم الاختيار؟ لا تم اختيار ملكه الاناقه؟ اه. انا كعضو لجنه تحكيم يمكن الموضوع مختلف شويه بالنسبه لي عن باقي اعضاء اللجنه. تمام. خبير تغذيه علاجيه، يعني المفروض ان من تفوز بالنسبه لخبير تغذيه كملكه اناقه ومن تتوج بهذا اللقب لازم تكون جسم خالي من العيوب. يعني ايه جسم خالي من العيوب؟ ما فيهوش جفوهات، ما فيش شويه بطن شويه ارداف، لازم يكون حياتها بشكل صحي، يعني لازم تكون بتاكل بشكل صحي، لازم تكون اللايف ستايل بتاعها صحي، بتاكل ايه، بتنام امتى، يعني ايه سلوكها على مدار اليوم. يعني خلينا نتفق ان اكيد اي حد بيتمتع بقوام القوام بتاعي يعني مظبوط، ده معناه ان هو عايش حياه صحيه سليمه، يعني بياكل خضروات، يعني المفروض ان عنده ثقافة طبق السلطة، بينام في مواعيد معروفة، على مدار اليوم بياكل ايه وبياكل امتى وايه السناكس بتاعه ما بين فطار وغدا وغدا وعشاء. فكل ده طبعا محاضرات طويلة بيني وبين الملكات المتقدمين. بس دي طبعا ملهاش علاقة بالشكل صح؟ ولا بيكون في علاقه؟ يعني هل لازم تبقى عود فرنساوي بس من غير زي ما الكتاب ما قال؟ لا لازم تبقى حلوه زي حبيبه. ربنا يخليك. لا على فكره يا شباب، انتوا عارفين ليه انا بحب اجي معاكم وما برفضش اللقاء؟ ليه؟ مبدئيا انا شايفه برنامجكم ناجح جدا الحمد لله. عايزين نقول ايه؟ انا دلوقتي مبادرتي السنه دي مصر بلا سمنة. اما يكون انت عندك اكبر صفحه تخام في مصر صح؟ ده حقيقة. معنى ذلك ان انا في كتير قوي ممن يعانوا من السمنة موجودين على صفحتك. يمكن انت عندك المشكلة مختلفة شوية. ان انت محب للأكل. ده شايف ان انت ما عندكش مشكلة من زيادة وزن. لا انا بحب. انا معاكم ان انتوا ما عندكوش النهاردة مشكلة. انا بس نفسي ان خلينا نعرف ثقافة ان احنا لو كلنا بشكل صحي شوية. بلاش بشكل صحي. طيب لو الشهية عالية وانتوا ناس محبين للاكل بالطريقه دي، ما هو في نوعين الشهيه عندهم عاليه، اما محبين للاكل زيكم وما عندوش مشكله والسمنه مش مسببه له لا امراض ولا نفسيه ولا اي شيء فعلا. فهو بيحب ياكل كتير وبياكل فاست فود بقى بره البيت ومع اصحابه، الكلام اللي اتقال لي بره الكواليس. فعلشان كده انا حابه اخاطبكم، يعني نجاح المبادره الجديده ان انا اوصل للشريحه العريضه اللي بتعاني من زياده الوزن. اللي هو طبعا دياب وصحابه صح؟ دياب لك ايه يعني ايه؟ فراشه ايه؟ لا انا فراشه ده لقبي على فكره. احنا على الهوا حبيبي والله انت تمام جدا. انا مش شايف سكس باكس؟ انا بفكر ادرب الحمد لله فتنس. طب بمناسبه الفتنس حضرتك من ضمن خمس متسابقين في مسابقه ماي فتنس.
ميس إليجنت. ميس إليجنت فيتنس. أنا اللي اخترت الملكة اللي هي ملكة الأناقة والرشاقة. أناقة طبعاً. طب إيه ملكة الأناقة؟ لا ده العلاقة أنا فاهمها لك. المفروض إنهم خمس ملكات فازوا. أنا اللي اخترت ملكة الأناقة ورشاقة. رشيقة يعني إلى حد ما بتلعب رياضة، إلى حد ما بتاكل بشكل صحي. هي كانت على فكرة يعني بتلعب في المنتخب كاراتيه. أنا جاية لكم علشان أخاطب جيلكم، عشان أنتوا الشريحة العريضة في المجتمع. المفروض إحنا كمجتمع بنعاني من زيادة وزن، ومش أنا اللي بقول. اللي بيقول الإحصائية 2016 و17 و18 إن الدول العربية كلها بتتصدر في المقدمة. قوة أي مجتمع في شبابه. المفروض إن أنا عايزة أعرف أنتوا بتفكروا إزاي. يعني بالنسبة ليك أنت بتحب الأكل فزاد وزنك، طب تعالوا نتكلم عن الشهية العالية مش واقفة بس عند محب الأكل. لا، في ناس تتضرر نفسيا، ولما يتضرروا نفسيا بسرعة يروحوا يعوضوا ده في الأكل، فبرضو شهية عالية. إيه اللي المفروض أنا أرشحه؟ إيه الكورس اللي المفروض يكون للحالة دي؟ شهية عالية جدا، ما تقدرش تقول له اعمل دايت. مستحيل يمشي معاك على بيضة مسلوقة وربع رغيف وتونة. شفت انت قلت عزاب صح؟ ايوه طبعا عزاب وربع رغيف ما ينفعش. وعلشان كده انا الحمد لله يمكن ده اللي نجحني ونجح فريقي، ان احنا ما بنعملش دايت لحالتنا. انا بعرف بالظبط ايه مشكلتها، تشخيص سليم، بديها مادة فعالة الياف تقفل شهيتها وبناء عليه، او شهيته طبعا، وبناء عليه يتم انقاص وزنه. دي شهية عالية. في اسباب تانيه، يعني في اسباب عديده لزياده الوزن. الاسباب ليست نفسيه بس، ومش سلوك بس، ولا وراثه بس، كل ده. اذا انا بنتمي لعائله بيطبخوا كويس، ماما بتطبخ كويس وبتحب الاكل، مش عارفه ايه، هطلع باخد نفس السكين. والله بخلص المشكله مش انت ماما، مش انت والله. الحمد لله احنا كده تمام. انا ايه هي بقى يا دكتور اكتر عادات يعني لينا احنا بتسبب زياده وزننا؟ في سلوكيات غلط يعني أكيد, اكيد اكيد انا من غير ما اعرف كده انتوا محبين للمياه الغازيه والبطاطس والاكل انا خالص والمعجنات صراحه حرق حرق. ما هو اذا انا مش بشرب مياه غازيه وما باكلش فاست فود وكميات اكلي ضعيفه، لازم يكون في مشكله. انا كخبير تغذيه دارس تغذيه، هنا في مؤشر يقول لي في هنا مشكله في الحرق. طبعا المسؤول عن الحرق داخل جسم الانسان ثلاث اشياء: الغده الدرقيه والرحم والمرار. طيب اذا انا مش بحرق كويس، يبقى الماده الفعاله اللي المفروض ترشح للمريض ده كورس مختلف غير الاخر. اديله حوارق بسرعه، انشط معدل الايد داخل الجسم بسرعه، اديله راسبري، ده يكسر الخلايا الدهنيه المتراكمه داخل الجسم ذات العمر الطويل، وعشان كده بيحصل زياده وزن. بس طب انا يا دكتوره ليه بحس ان انا جعان حتى لو كلت؟ يعني وانا باكل بحس ان انا جعان، والله وانا باكل اللقمه في بقي بحس ان انا جعان. طب اعمل ايه؟ دي شهيه عاليه. اه لو انت بتاكل وانت مبسوط يبقى دي شهيه عاليه. محب للاكل وبتحب طعمه ودايما بتاكل على مدار اليوم. تمام، ده دلوش يعني ده له عوامل كتيره قوي. ده سلوك انا اتعودت عليه داخل الاسره، ده شهيه عاليه نتيجه للاكل، معده كبرت، فكل ما المعده حجمها بيكبر بيكون انت وجبتك كبيره، ما بتشبعش بسهوله. طب تعالى نتكلم على حد تاني. في حاجه اسمها الشره العصبي. الشره العصبي بيفضل الفرد ده ياكل كميات كبيره وفي اي وقت وما بيخلص غير لما الاكل قدامه بيخلص. اه فعلا. وده اسمه شره عصبي. ده بيبقى متضايق. يعني ايه متضايق؟ دايما احنا عندنا شعور السعاده داخل الجسم مش من نفسك كده، ما تقولش انا لا، ده معناها ان انت نسبه الدوبامين، ماده الدوبامين ده اللي هرمون السيروتونين بيفرزها، تمام، ما بيفرزهاش مظبوط. بناء عليه انت تضررت فتضايقت، فنسبه السكر في الدم مش ظابطه، فبسرعه بتجوع. هرمون الليبتين عندك بسرعه هو اللي بيعلى، وعلشان كده ده الاكل ده بقى يجري بسرعه انك تاكل. يعني لازم الاكل السعادة هي الأكل؟ لا، في ناس مش قصة السعادة هي الأكل. لا، السعادة مش في الأكل. أنت من النوع اللي بيسهر. فالسهر زهق. فانت شايف البيت كل نايم وانت اللي صاحي، فتوتر وقلق. يعني ما بقولش انك متضايق ولا بتعاني من حاجة نفسية، بس ده توتر، قلق، زهقان، مش عارف. ما ده دي سلوكيات الغلط. احنا كمجتمعات عربية سهران قدام التلفزيون بتسلى، لازم اكل قاعد بلعب
برضو باكل ماسك طيب الموبايل باكل باكل أي حاجة. أيوة. ده غلط. لازم انا اديك بقى النوعيه دي من المريض عمره ما يسمع كلامي ويبطل اكل. لازم يكون في عامل مساعد ابعت له الكورس المناسب. وزي ما انتم عارفين ان انا مؤسسي فكره التخسيس اونلاين وما بشوفش مريضي انا بشوفه بعين تانية. مجموعه ديتيلز مدونه ومكتوبه قدامي تمام، وبناء عليه احنا بنقول المناسب ليك كذا وبنبعت له عن طريق شركه الشحن، وده اللي منجحنا. ما بضيعش وقت مريضي، علشان كده انا محتاجه لك الفتره الجايه اي استفتاء انا عايزه اعمله ان شاء الله يخدم مبادرة مصر بلا سمنة، خلينا نحطه على صفحتك. صفحتك عليها عدد كبير جدا من التخان، وانا مش هلاقي افضل من النماذج دي ان انا تكون خلاصة لفكر انا اعرف اتعامل معاه ازاي. خلاص يا ريت، وانا مستني حضرتك هنزل على طول. تمام يا دكتورة. طب انا لو انا عايزة اخس ايه اكتر حاجة امشي عليها بالنسبة ان انا بشوف الاكل وما بقدرش اقاوم لازم اكل؟ موضوع انا عايزة اخس ازاي هخس، ايه الطريقة، على حسب الفئة العمرية تمام، وعلى حسب الحالة الصحية تمام. يعني مثلا مريض سمنة يصاحبه سكر درجة تانية، غير مريض سمنة يصاحبه ارتفاع ضغط دم، غير حد بيعاني من زيادة وزن ومش مريض من اي حاجة وشهية عالية بس، في حد بيعاني من زيادة وزن وبيأكل كتير وما بيحلق ما بيحرقش، في حد من نوع اللي بيأكل وجبة واحدة وما يقولك انا بتخن ليه. بتاكلها امتى؟ باكلها بالليل، فمعنى ان اكلها بالليل يبقى مش هيتم حرقها. ليه مش هيتم حرقها؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل داء دواء. يعني دلوقتي مش بحرق بالليل، ده معناه العلمي ان الغده الدرقيه توقفت عن افراز الهرمون القادر على حرق سعراتي. طيب هو اصل الاكل، هو الاكل هيعرف انا بالليل ولا بالنهار؟ ما هو الغده الدرقيه هو اللي هيعرف منين. طب يقول لي كده انا باكل بالليل بيسمع ودانه كده ولا ايه؟ دياب على فكره مش هجيلك البرنامج تاني. لا ليه؟ لا لا خلاص حبيبي جاي ان شاء الله. فالغده الدرقيه هي اللي بتفرز الهرمون، ودي بتشتغل ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا ماكينه الحرق اللي بتفرز الهرمون في الساعات النهاريه وليست الليليه. فهي توقفت، عشان كده يقول افطر بدري تمام، اتغدى في نص اليوم النهاري يعني والشمس في نص السماء، وبعد 7 مساء يا ريت اكلنا يكون طاقه سلبيه. انا مش حرماك على مدار الساعات النهاريه، يعني ما بقولش المريض ابدا اعمل دايت. الكبسوله بتقفل له شهيته. ليه بتقفل له شهيته؟ انا اقول لك يا حبايبي، الماده الفعاله اللي بيحتوي عليها الكورس ده بتكون خلاصه الالياف. كل الدراسات الحديثه اثبتت ان نوعين الياف هما اللي بيقفلوا الشهية. لا وكمان ان النوعين دول اللي هما الكوجك والسيليوم المعدة بتحتفظ بيهم ما بتدوبهمش بسرعة، فبتقعد 14 ساعة في المعدة. طيب فانت لو الالياف مالية المعدة 14 ساعة، هل هتيجي بالليل وهتبقى عايز تاكل؟ لا طبعا. طب برضه يعني بعد 7 مفيش اكل خالص؟ لا مين قال؟ اي فاكهه باي كميات في ما دي طاقه سلبيه يا حبيبي، مين قال لك؟ ايوه طاقه سلبيه. لا انت مش انت مش محروم من نوع اكل، ولكن بنسب قليله معتدله. انت مش هتسيطر على النسب دي، ولكن الكبسوله او الماده الفعاله او الكورس اللي انا هبعته لك عن طريق شركه الشحن ده اللي هيقفل لك شهيتك. بالتالي انت مش هتلاقي ان انت متعب ان انت متبع حميه غذائيه معينه، ولا انت عامل دايت، ولا انت محروم، ولا انت متكتف زي ما بيقول. انت ما فيش حاجه، انت مش محطوط تحت هيدك معين. لا انت مش ده. انت الكورس وده بيجي على طول يعني من اول تاني يوم. تاني يوم علاج طبعا بجد لازم يعني الشهيه تتقفل. ليه؟ لان انا دايما اقول للناس اللي شهيتها عاليه خد الكبسوله واشرب 2 كوباية ميه كبار. ليه يشرب 2 كوباية ميه؟ علشان الالياف اللي داخل العلاج تنفش وتكبر وتاخد حيز كبير داخل المعده، بالتالي انت مش هتلاقي شهيه. على مدار بقى الشهور دي واحنا بنفقد الوزن ما بين 7 و8 و10 كيلو في الشهر، بتكون حجم المعده صغر على قد المساحه اللي موجوده في الايه؟ في المعده. بالتالي وجبتنا صغيره. طبعا. وبناء عليه هيتم نزول الوزن. بس وعلشان وكده بقى هقدر احافظ على الدايت. مش دايت. هتكوني محافظه على وجبتك، هتلاقي نفسك من اقل شيء بتشبعي. بشبع على طول. طبعا، زائد ان لازم تكون بتحتوي على ايه كمان؟ طب انا لما اقفل شهيه
يبقى انا فقدت عناصر ايه؟ غذائي؟ تمام. اللي انا بفقده ده، طب مش لازم المكمل الغذائي اللي هيخسسني اللي هيقفل لي شهيتي ده يكون مزود بفيتامين علشان البشره عندي لا تتضرر، علشان الشعر لا يتساقط، علشان تفضلي قمر زي ما انت كده. حبيبتي كلهم بيقولوا لي خسي بس وشي حلوه حلوه. اه وشك لا والله؟ اه والله يقولوا لي شكلك حلو كده. اه طبعا وشك حلو جدا. عكس الحلاوه على فكره الحلاوه. خلاص. دكتوره ايه هي المكونات اللي موجوده في قرص سد الشهية؟ الياف عالي. خلينا نتفق ان الالياف العاليه اللي بتملى المعده اللي بتقفل الشهيه لابد تحتوي على من هو عنده شهيه عاليه. شهيه عاليه بقى بيحب الاكل، شهيه عاليه متضرر نفسيا، يعاني من دبريشن من اكتئاب. تمام. حتى مضادات الاكتئاب بتفتح الشهيه، فلازم اتعامل مع المريض ده باحترافيه. دايما اقول اللي دارس تغذيه بيعرف ينجح مع حالاته. موضوع التغذيه علم كبير جدا. اكل ايه امتى وزايد ليه وايه السعرات الحراريه العاليه وايه اللي المفروض ينشط الحرق داخل الجسم وايه اللي المفروض يقفل لي شهيه وايه. يعني مثلا لو حد مش دارس تغذيه تمام هيبقى مش عارف يتعامل مع الست من بعد ال 30. ليه؟ لان الست من ال 30 لل 40 مع كل سنه بتفقد القدرة على حرق 50 سعر حراري. بعد ما بالك لما توصل للأربعين تبقى فاقدة القدرة على كام؟ 500 سعر حراري. تمام. طب كمان لما تكبر شوية تمام وتنقطع الدورة الشهرية المفروض إن هرمون الأنثوي اللي هو هرمون الأستروجين في لخبطة. طبعا. بيها يزيد خلايا دهنية حوالين الخصر. وعلشان كده لازم نقول إيه؟ لازم من يتعامل مع الفئات العمريه المختلفه مع المرضى المختلفه باختلاف اعمارهم وحالاتهم الصحيه لازم يكون دارس تغذيه. ولذلك انا ما بضمش اي حد الفريق، لازم يكون دارس تغذيه فاهم ازاي سيكولوجيه البيشنت اللي هيتعامل معاه. طب والحل بقى فيا انا ايه؟ فرحانه باكل، زعلانه باكل، متضايقه باكل، ما بقدرش بجد امنع نفسي يعني. يبقى لازم تاخدي ماده فعاله تقفل لك الشهيه. لا لان انا لسه قايله لدياب ان الموضوع مش مقتصر بس على اني زعلان باكل. صح. في ناس محبه في الاكل بالاكل. أيوة. بتاكل. طبعا. انا بنتمي لعائله اكوله وبتحب الاكل. أيوة. وبيحب يطبخوا ويسبكوا. أيوة. والعادات عندنا تمام كلها كده. خلاص انا نشات داخل اسره كده واصبحت اعاني من زياده الوزن. الناس اللي بتعاني من زياده الوزن اوكي انا عارفه ان انا هشخص الحاله هفهم انا وفريقي طبعا وبيقدروا يدخلوا لنا على الصفحه. طبعا. يمكن اما بيدخلوا لنا على الصفحه بنقدر نسألهم مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة بناء على الأسئلة دي يتم ترشيح الكورس. دايما خبير التغذية هو التيرور للحالة دي. صح. انت الترزي اللي هتفصل الكورس المناسب. علشان كده بقول لازم تكون فاهمة تتعامل مع مين، أي فئة عمرية وأي حالة صحية وإيه مين اللي انت هتتعامل معاه ده. بس أنا عايشة في بيت بيحب الاكل واكل وكل حاجه. ده اللي انا بقوله. الوحيده اللي تخينه في اخواتي. ما اخواتي بياكلوا نفس الاكل. ايه بقى الفكره؟ ممكن تكوني انت بتاكلي كتير والحرق عندك ضعيف. فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. تمام. اللي داخل اكتر من اللي خارج. صح. اللي هو اللي بيتم حرقه. فالمفروض ان انا الكورس اللي بيحتوي على ماده فعاله مركبه المفروض ان انا اعمل ايه؟ اديك حوارق. ايوه. وقفل شهيه. الله. يبقى انا بعلي الحرق وبقفل شهيه. فكده احس على طول الاثنين. يبقى كده مش هتلاقي مجهود ولا تشم ريحه الاكل تتعب ولا انت فكر في الموضوع. انا عايزه يعني ساعدني في المبادره يعني مش من غير ما نحس. صح. ايوه من غير ما نحس خطوه كده. يعني انا عايزه اقول لكم ان موضوع فقد الوزن لازم المريض يكون عنده اريحيه. مش عايزاكم تضايقوا من كلمه مريض. يعني انا عايزه اقول ان اللي بيعاني من زياده وزن إذا هو النهارده راضي عن نفسه أنا مش عايزه الرضا اللي أنت فيه ده يا دياب. أنا لا أكيد. أيوه. أصل أنا راضي عن عشان لا قدر الله. ما هو أنتوا النهارده راضيين. خايفة إيه؟ لا قدر الله. لا قدر الله تكبري فالموضوع يزيد فتبقي أنت عرضة لا قدر الله يا حبيبتي زي القمر كده لتبعيات السمنة. فأنا مش عايزه ده. عايزاكي تفهمي أضراره. 44 مرض بعد شر عنكم عن السامعين ناتج السمنة. فليه أنا أكون أنا يعني ممن يعانوا من هذا؟ صح. تمام صح.
احنا ان شاء الله هنخس وهيطلع لنا 6 باك. ايوه مش كده قدام الناس وانت هتكوني السبب ان شاء الله ان احنا نخس ان شاء الله. شرفتينا والله ونورتينا حبايبي. انا اللي بكون مبسوطه معاكم والله. احنا اكتر والله. احنا اكتر. هتنورينا تاني. برنامجكم جميل. ربنا يخليكم. كل ما تتصل تقول لي عايزك يا دكتور انا هجيب الاثنين. مش هقول لك لا. على فكره انت هتبقي معانا على طول بجد عشان عقبال ما اخلص البرنامج اكون خسيت. اشرف بيكم والله. انا بحب ليه انا يعني انا عايزه افهم منكم عن قرب. عايزه افهم. أي. عايز افهم انا حل مشاكل الشباب دول ازاي. ويا رب ربنا يقدرنا وتكونوا كمان معايا في ان شاء الله ننجح المبادره الجديده مصر بلا سمنه. ادعموا بس المبادره طبعا. ان شاء الله انا بدعمها. اخلي العيله كلها فاهمه. بس انا مش هخس. شرفتينا يا دكتوره وان شاء الله هتكوني معانا الحلقه الجايه. الشرف ليا والله يا حبايبي انتوا الاثنين. ميرسي ليكي. ربنا يخليكي.